فسادتي الكرام، إن قوام الأمم على الشباب، وقوام الشباب على حسن الخلق، وعلى هذا يترتب علو الأمم وانحطاطها. فالرجاء من الأخ فرقان من الصف الخامس أن يقدم لنا خطبة وجيزة التي أعدتها بنفسه على أخلاق المجتمع. فليتفضل الأخ فرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد. أحاط علمه بالظاهر والخفي والقريب والبعيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء شهيد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي شرع الأحكام وبين أركان الإسلام، وعلى آله وأصحابه الأبرار الكرام. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، إني قد هممت اليوم أن أتكلم بين أيديكم عن أخلاقنا الاجتماعية وما وقع من اضمحلال فيها. فأيها المسلمون المكرمون، إن للمجتمع الإنساني أثراً بالغاً في تحويل الإنسان من الفطرة التي طبعه الله عليها إلى فطرة ذات فساد. فلذا نرجع ونلفت أبصارنا إلى أقوالنا وأعمالنا في مجتمعنا، فللأسف الشديد نجد بوناً شاسعاً بين مجتمعنا ومجتمع الصحابة. إنهم صحبوا أفضل البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا قدوة حسنة لكل من خلفهم من المسلمين إلى يوم الجزاء. وفيهم يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه. أما اليوم فيقضي أحدنا حياته لنفسه ولا يعيش لغيره. متى شاء سب أخاه المسلم ولعنه واستخف به وظن به ظنونا كاذبة لا حقيقة لها، وشاعها في الناس من غير مبالاة بها، كأنه لم يسمع قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيا أيها المسلمون المكرمون، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أو بلغتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوبهم ميتة؟ أو ما سمعتم ما بلغنا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال أيضا: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهبي بها في جهنم. فأيها السادة، ما أكثر هؤلاء اليوم، وما أكثر من يستخف بأخيه ويلعنه، وما أقبح من يتتبع عورات الناس وزلاتهم. فإن رأوا زلة من أحد فرحوا بها ونشروها، وإذا رأوا استقامة ومفخرة كتموها وحملوها على غير محملها. فيا مفاتيح الخير، إذن كيف السبيل إلى ذلك؟ وكيف يتحقق في مجتمعنا ما يرقينا إلى أوج الكمال، ويندرئ ما يخفض ويقل من شأن الأمة الإسلامية؟ وكيف نتمثل بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنكون قدوة حسنة وسدا لنشر جهود أعداء الإسلام؟ فأيها المسلمون، فأيها الخاصة من البرية المحمدية، تعالوا معي نتفق على كلمة واحدة
أن لا نطلق ألسنتنا عبثا فتهلكنا وتذللنا في الدارين، وننعزل من سائر المهالك التي نثرها الأعداء، ونشد زمام مجتمعنا بأيدينا بصورة العمل الصالح والأخلاق الطيبة، ولا نترك لأعداء الإسلام يدا علينا ليكيدوا بنا. فأسأل الله التوفيق، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.